بطل بقى الموبايل. حياكم الله يا هلا والله فيكم وسهلا. ما شاء الله. والله انها كده من البارح. لا جديد. هلا والله دون حنك. مرحبا والله. حياك الله. هلا فيك والله وسهلا. طيب. يلا حيا. حين باك. حياك الله. الحمد لله. حياك وخلته. صبرت الفايدة. شلون؟ ايه حصلت تعالج انت تقول ها؟ لا لا. والله تدي اللي تجربني ها؟ لا لا. ها؟ شلون؟ مو بنا واحد شبيه لي مو بنا. انا ادري الله الحمد لله يقول عندي تجربه بسويها لك. قد ان شاء الله كان الليل حصل لنا. لو سعد مجلس ابو سعد التراثي حياكم. يا مرحبا. هلا 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 بك والله ابو سعد. يلا حيا والله يدارك فيك. شلونك؟ يا هلا طيب ما شاء الله. هذا المدخل من هنا خذوا فكره. يا هلا يا هلا يا هلا بك والله مرحبا. يا هلا والله سهلا. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا في اشياء هنا يدي لها تساعد يشرحها. ما شاء الله ما شاء الله. في تواريخ وفي حركات. بس الكلام شوي يعني يتعذني شوي. ما شاء الله تبارك الله. هلا والله ابو زيد. هلا وغلط معاك. هذا الشيف ابو زيد. والله نعم. ما شاء الله. هلا هلا. الحين ما تفسخت يا جماعه. هيا نعقب حساب انت هيا. والله. لا لا لا. يعطيك عمرك مره. لا والله نجرب شغلك ان شاء الله. هذا مجلس ابو سعد. المجلس هذا نحطه هو بسطح البيت. وهذه القدور. وحاشي ابوي. زيد شنو ابو زيد؟ ابو الحماد. الحماد هذا من وين هذا؟ نعطيكم فكرة عن المجلس. الغات المدام هذه جالسة وهذا الليد عنده وهذه كنت الخياطة. وهذا الطلاب. ذكرتوا ها ذكرتوا هذه التغذية. هذه اللي كنا نروح ندرس على شان ناخذها ونرجع البيت. والتغذية. ايه كانت المدرسة عندنا جنب البيت ناخذ التغذية ورجعنا البيت. اسمع ذاكرتوا؟ ذاكرتوا؟ اسكت لا احد سوون اسمع ذاكرتوا ترى اللي ما هم ذاكر ترى ما ينجح. سمعتوا؟ انت يا لوش زنيبر. خلكم ذاكر زين. ما راح ارد عليكم الدرس. يلا. طيب. هنا. ابي مليون. أغراض الزراعة. ما شاء الله الله ما شاء الله عليكم. يا الله. هنا فيكم لقطة على البقالة. طيب لو اس اي هذول يطلع لك هذه البقالة. وحط الرقم. اشتن على سريع على عادي اسمع ده اليوم عادي ترسلها عادي ما في مشكله. ضيفنا اخوي عبد الرحمن الشلهوب. يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. لا 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 ل
ما شاء الله. هلا والله بس والله خطا والله رحت على الرحمن. اي والله شلون جاي ما شاء الله عليك. ما شاء الله. هذا شيء بسيط ما شاء الله تبارك الله عنده خير ورحمه الله يجزاك خير جاي اكثر ويتحرك عبد الرحمن يروح اليوتيوب يستمتع الله يعافيك. عبد الرحمن له مقاطع على اليوتيوب. عبد الرحمن الشلهوت صراحة ان شاء الله قفاز ماهر يقفز. يقفز ايه. سلق بيوت. ابو سعد الان بيطفي النور. انا عبد الرحمن ما لحقنا. ها؟ اقول انا عبد الرحمن ما لحقنا على كلنا لحقنا على النور. احنا ندري وش صراحة. ابدا. انا عندي ان هذيك شكلها شنطة. هذه اتذكر جدتي الله يرحمها كان موجود. ان شاء الله هذا حصل. طفيتها هذا ها؟ هذا لازم تخليه مولع ذا. هذا تلف فيه فتيله وهذا هذا. لا عمي هذا الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. لا تجونها ولا تبينها. ايه الله الزيت و تم الحين اذا عجبتك حط صنابه ما عجبتك لا لا بحطها قبل لا تخلص ما شاء الله تبارك الله يا هلا والله سهلة ما شاء الله تبارك الله مالك لنا ما شاء الله تبارك الله أرجع عندي الشيء بكم مرة بس هذا لا والله ما سلام كشنة معليش من جواكم شوي يا جماعة بس ناوي ما شاء الله تبارك الله كشنة الله يعطيك العافية طبعا عنده مساعد وعندنا رجال الطيب يا مرحبا عبد الرحمن طبعا نعروف لا يعرف الله يجزاك خير انا اقدر اتكلم شوي الله طبعا عبد الرحمن سم كلمني عن نفسك شوي انت تقفز لك نقاط على اليوتيوب لك قفزات لك اي الحمد لله انا العب رياضه اسمها رياضه باركور اي تخصص في كيف تنتقل من نقطه الى نقطه باكبر قدر ممكن من السرعه والسلاسه شغلات فيها مهارات وكذا حلو يمكن اتعلمها انا يعني اي انت جاهز ما شاء الله تبارك الله بس تشرفنا بس انزل لا تشرفنا ان شاء الله تعلمها باذن الله الله يجزاك خير يا لا دكتور والله انا تعلمت هنا اكاديميه ترى مدربك الى عمرك 55 ما شاء الله لا أبد. والله أبد. لا جلي الحق لا تلحق نلحق والله يحييك والله فرصة سعيدة والله شفناك والله. والله الله يحييك السلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله هذه طبعا بمناسبة فوز المغرب استعلون المغرب الله يتبعت الله يجزاك ايوه هذا قريب ان شاء الله عليك ابو محمد والله تعرف هذاك ها ايوه هذا نصيبه ها اي والله نادي هالشيء لا نادي كل يوم تجي طلع باذن الله ها الله أنا إن شاء الله عليك والله صراحة أنا توقعت كذا
انا احس اللي تحرك هذا في فائده ان شاء الله. والله في فائده اللي تسوي هذا باذن الله. انا شفت نقاط واجد ناس يسوون زي كذا والحمد لله خفف ان شاء الله. الله يشفيك شيك عليكم اسمك. وين ابو عبد الرحمن عنا؟ وينه؟ بس مهندس. والله اي والله. صدحكم الله بالخير جميعا. يا مال العافية يا محمد، احنا نشهد انك نشهد. تعال قهوة انش، تعال انش انش. هذا سكرية حمراء. تعال قهوة انش، تعال. هذه العقوة شنو اي هذا؟ الخلاص الخلاص، خلنا نفكر شو ندير. اكيد انني الدالة صغيرة اشتري، كلنا لقيت دالة صغيرة شريتها. طبعا هذه ستيل.